طبعا هي ظاهره، طبعا زي ما الكابتن عادل قال، ظاهره مهمه جدا ان انت عندك حوالي 4 لعيبه او 5 لعيبه المعدل ما بينهم جول او جولين، فدي حاجه مميزه جدا. يعني الناس كلها في اوروبا دلوقتي ما بيعتمدوش على الاسترايكر اللي هو الهداف. احنا الاول كان عندنا عماد متعب، كان بيفنش الدوري مثلا بحوالي اكتر من 20 جول او 18 جول 19 جول. احمد بلال برضو السنين اللي قبله لما كان بياخد هداف الدوري كان نفس المعدل بتاعه. لكن دلوقتي الكره بقت يعني بقت جماعيه اكتر، ما بقتش دلوقتي بتعتمد على النجم الاوحد يعني زي زمان. النهارده الراجل موسيماني بدا فعلا يطبق الفكر ده عند اللعيبه حتى كمان. يعني اللعيبه بنشوفها الفتره اللي فاتت اي حد ممكن يجيب جول. يعني شفنا قفشه الراجل ماتش الوداد هناك جايب جول، راجل بيضغط، راجل عنده شراهه ان هو عايز يجيب اهداف، فدي حاجه مميزه جدا. عمرو السوليه نفس الكلام كنا بنشوفه الدور الثاني بعد الكورونا، الراجل كان على طول بنشوفه في منطقه الجزاء، فدي برده حاجه مفيده جدا للعيبه وحاجه تتحسب برده للمدير الفني. مروان محسن برده، مع ان مروان ما كانش كان بيضيع كتير او كان مثلا ما كان عنده عدم توفيق، لكن الراجل كان برده لما بيرجع وبيلعب حتى لما كان بيقعد ويرجع كان برضو بيركز ان هو يجيب اهداف، وحتى كان جاب هدف مهم جدا في ماتش الوداد الاخير وكلمنا فيه وقلنا ان الراجل اتعلم من خطأه. وكابتن ايمن من ماتش الزمالك الراجل الكره اللي هو سابها اللي هو يعني قال ان هي اوفسايد وما كملش فيها وما كانتش اوفسايد، لكن ماتش الوداد الراجل اتعلم من خطأه ده وخطأه، وده ميزه لعيبه النادي الاهلي ان انت بيبقى عليك ضغوطات كبيره جدا وعليك ضغوطات كتيره، لكن ازاي ان انت تطلع من الموقف ده وازاي ان انت تقدر تحسن من نفسك. مجدي قفشه انا شايف برضه معانا كمان مروان محسن ارقامه على الشاشه. لعب 24 مباراه جاب 7 اهداف، صنع 3 اهداف، 2 تمريرات بينيه 11. انا شايف ان المعدل يعني كويس، مش معدل وحش طبعا. برضه مروان كان عنده انتقادات كثيره الفتره اللي فاتت، لكن الراجل زي ما قلت يا كابتن ايمن قدر ان هو يضغط على نفسه وقدر ان هو يطلع من المواقف دي وقدر ان هو يرجع تاني ان هو يهدف تاني، فدي حاجه برده تتحسب له. علي معلول برده الكابتن عادل بيتكلم فيه ودايما الكابتن عادل بيتكلم فيه في الاستوديوهات كتير. علي معلول من اللعيبه المميزه جدا واللعيبه المؤثره جدا. احنا معانا ارقامه على فكره، اهي ارقامه ظهرت على الشاشه. جايب 5 اهداف 23 مباراه وجاب 5 اهداف وصنع 6 اهداف. هو ممكن الاهداف كمان 27 الاهداف تقريبا جايب 4 اهداف في ضربات جزاء او 3 تقريبا. لكن في طبعا صناعه الاهداف 6 دي غير التمريرات، يعني لو يجيب التمريرات بتاعته كمان وصناعه الفرص 27 دي نسبه عاليه جدا بالنسبه لعلي معلول او بالنسبه لاي مدافع. بالظبط، فعلي معلول من الباكات ليفت اللي ما تتعوضش، يعني او ان هي نادره ان هي تيجي لاي نادي، واي مدرب بيبقى يعني انا شايف ان هو لما يكون عنده لعيب زي علي معلول بيبقى يعني بيديله اريحيه كبيره جدا ان انت عندك راجل ما بتعتمدش على مثلا بلاي ميكر اللي هو رقم 10، لا انت ممكن تعتمد على كمان حتى الجانب الدفاعي بتاعه كويس اكتر. انا كنت شفت استخلاص الكوره برده يعني مع ان علي معلول بيزيد كتير طبعا، يعني معلول عنده الحته الهجوميه اكتر من الحته الدفاعيه، لكن برده الراجل بيرجع وبيدافع وبيبقى عنده استماته في الضغط على الخصم. احمد الشيخ برده الراجل عنده 5 اهداف مع ان الراجل برده بينزل بديل ما بيلعبش اساسي دايما، كانت عنده اصابات كتير الفتره اللي فاتت لعدم جاهزيته وكده، فلكن الراجل برده عنده 5 اهداف. حسين الشحات نفس الكلام، فعندك مجموعه كبيره يا كابتن ايمن كلهم المعدل بتاعهم انا شايف ان هو عالي جدا.